دكتور سيف، ممكن تكلمنا عن نزيف في الأنف وجراحة تجيب الأنفية بالمنظار؟ بالنسبة للنزيف في الأنف، في نوعين من النزيف في الأنف يحصل للمريض. النزيف اللي بيجي من الأمامي، أما يعني الأمامي الأنتيرر، يعني الأنف الأمامي، والنزيف اللي يجي من الأنف الخلفي والسقف الحلي. النزيف اللي بيجي من الأنف الأمامي سهل جدا وكان كنترولي، ممكن يكون من شريان، يعني فك في الحاجز بتاع السبتم، ودائما في المناطق الحارة في مصر، في السودان، في أفريقيا، الناس براها زي البيكينج، الناس براهي يعني بتجرح الأنف بالفينجرز، زي بينظفوا الأنف بالفينجرز، بيعمل جروح وبعد كده يجي نازل. أما وده علاجه سهل جدا. أما النزيف اللي يجي من الأنف الخلفي حدثك في الحلق، يعني لازم تعرف أنه في مرض والسبب، عشان كده بالمنظار تكشف أنه هل في أورام اللي سببت النزيف، على أساس أنه تقدر تجيب المرض. الخلفي ده أخطر من الأمامي بالنسبة للنزيف الأنف. ونزيف الأنف دائما كثيرة في الأطفال، دائما لو عندهم أجسام غريبة في الأنف، ودائما أنفار الأطفال بيدخلوا الصباعين في الأنف بينظفوا بالفينجر بالنيلز. ده بالنسبة لخصوص النزيف من الأنف. أما مناظير الجيوب الأنفية دي، ده حاجة مور أدفانس، تقدم يعني بدأ سنة 1984، يعني ريسنت، يعني جديد يعني. وبدري احنا كنا بنعمل عمليات الانف والجيوب الانفيه بلاين، يعني ساكت كلاسيكال، يعني بس اللحميه نشيلها واي شيء، ما بنعرف بالضبط في شنو جوا. لكن بعد المناظير بقينا نحدد المرض شنو، وبقينا ننظف الجيب الانفي، بقينا نحدد نوع المرض ماشي حد وين، على اساس انه بالمناظير نقدر ننظف. زي ما انا قلت لك، انتهت قصة الجيوب الأنفية، بقت حاجة عادية، الناس حتى اتجهت لقاع الجمجمة عشان تطارد المرض بالمناظير لقاع الجمجمة. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. الله يخليك.